تفتح. استاذنا ممدوح عضو نقابه المحامين ومقرر لجنه حقوق الانسان، بعد اذن حضرتك كان في مقابله مع وزير الداخليه منذ عده ايام. بالامس قابلت بعض اسر السجناء بسجن العقرب، كانوا لسه جايين من زياره وقالوا لي سجلت معاهم وهم بيعيطوا ايه الموضوع. قالوا لي اللي في جزء، عرفنا ان في جزء معين من الاحكام السياسيه مفرج عنهم دون غيرهم، فما صحه هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الموضوع صحيح، من عده ايام حدث لقاء بيني وبين وزير الداخليه مع بعض الاخوه، والوزير اطلعنا على قرار الافراج عن 24 اخ من المسجونين سياسيا الموجودين في سجن العرب. وانا سجلت اعتراض لدى السيد الوزير، قلت له ان احنا حضرتك قابلت حضرتك قبل كده وعرضت عليه قائمه ب 42 شخص، ال 42 ينطبق عليهم قرار العفو بنص المده، وبالتالي هذا القرار جائر وظالم انه بيفرق بين الناس في الافراج، رغم ان الذين لم يشملهم قرار الافراج مستحقين اكثر. يعني اذا كان قرار الافراج شمل من حكم عليه بالمؤبد وقضى 15 سنه، ففي ممن لم يشملهم القرار من قضى 20 سنه و19 سنه من المؤبد. فبالتالي القرار فيه ظلم وفيه عدم انصاف مطلقا وفيه تجني واضح وقصد واضح في التجني. وبالتالي احنا قدمنا مذكره، قال لي اكتب مذكره وقعدت الاسباب وبعتها لي، وبعت له مذكره بالاسماء الذين لم يشملهم قرار الافراج. وايضا قدمت مذكره لمدير الامن الوطني، وانا قلت بكل وضوح لمدير الامن الوطني ان هذا القرار جائر وظالم وفي اهدار لكل قواعد العداله وفي اتباع لسياسة النظام السابق واتباع لسياسة رجالة أتباع أحمد رأفت، وفيه مولاة ومحاباة لبعض الإسلاميين باتفاقيات خاصة بين أتباع أحمد رأفت وهؤلاء الإسلاميين، وذلك لا يمكن قبوله أو السكوت عليه، لأن ذلك بيزرع الفتنة وبيزرع إشكاليات. إحنا من منطلق حرصنا على مصر وحرصنا على استقرار البلد لا نريد ذلك، ونريد أن قواعد العدالة تطبق على الجميع بدون تفرقة مطلقا، وبما يشجع الحالة الإسلامية كلها على الانخراط والتضامن في حالة الهدوء واستقرار مصر، وليس بإثارة المشاكل وإثارة يعني هذه المظلومية بطريقة عالية. وأنا أعتقد أن إثارتها بهذه الإشكالية مقصودة، يعني أنا أعتقد أن أتباع حبيب العدل وحسن عبد الرحمن اللي موجودين أو اللي طلعوا من الجهاز بهذا القرار، إذا كان هم وراء وهم كانوا حاطين ملفات سابقة بهذه الطريقة، هم قصدين إثارة مشاكل حتى تتجدد المشاكل بين الإسلاميين أو بينهم وبين الدولة. فالراجل أعطاني وعد أنه هو يعني متفق معي في الكلام، وأنه يتم إصدار قرار بشأنهم في خلال أيام خلال يومين ثلاثة وينتهي هذا الأمر. يوجد بعض الاسر معتصمين فعلا، انا قابلتهم امبارح بالليل واول امس، وانا بلغتهم كده بلغتهم ان اهالي هؤلاء الذين تم التجني عليهم وظلمهم في هذا القرار اعتصموا دان التحريرهم واولادهم ونسائهم واطفالهم، والمساله اصبحت قضيه راي عام، مش قضيه تم حصرها في مكان مظلم او مغلق داخل السجون ومحدش يعرف عنها حاجه. هل حضرتك هتقوم بزيارتهم في ميدان التحرير وبحيث يطمئنوا، ام هترى الواقع يفرض نفسه ونلاقي جزء خرج دون الجزء الاخر؟ انا كويس انك فكرتني، انا لما مدير الامن الوطني وعدني او اكد على قرار الافراج عنهم البقيه التي لم يفرج عنهم او اصدار قرار بشانهم، انا طلبت منه طلب، قلت له لو في جديه في هذا بالنص كده، لو في جديه في قرار الافراج عن ال 18 الاخرين، فارجو ان يعطل القرار الافراج عن ال 24 او 23 وضموا القرار ال 18 وفروج ويتم الافراج عنهم جميعا مره واحده، لان الافراج عن بعض والباقي يظل معلق هيظل الامر مهما كانت الوعود في اشكاليه وفي احساس بالظلم. على انهي اسس تم تميز فئه دون الاخرى؟ والله اعتقد ان هو قرار مسبق او ملفات سابقه هي اللي خلت المساله في هذه الصوره. يعني في ملفات سابقه كان بيتم اعدادها في الافراج، واعتقد انه بعض الاسلاميين بكل وضوح هم جنحوا الى ذلك، وانا قلت الكلام ده بكل وضوح، يعني انا ما قلت كل في قلبي بكل وضوح، ما
خبيتش حاجة، ان البعض من الاسلاميين جنح للتعامل على هذا الاساس، وده مش مقبول. مش مقبول ان احنا نسعى لتحقيق عدل للبعض وظلم الاخرين. كان في لجنة اسمها لجنة الدفاع عن السجناء السياسيين، كانت متابعة الموضوع وكانت لا تفرق بين فصيل دون الاخر. هل حدث يعني عكس ذلك او حصل فيه انفصال بين ذلك وده؟ طبعا الواضح الافراج عن 24 ده يدل ان في انفصال وانفصام في التفاعلات. وانا قلت لوزير الداخليه، قلت للمدير الامن الوطني، قلت له والله العظيم انا ما اعرف شخصيا حد من هؤلاء، ولا استطيع ان افرق بين ده منتمي الجماعه ولا منتمي ده ولا منتمي ده. التخصيص الانتماءات انا ما اعرفهاش. انا جاي بمبدا العداله، وجاي من منطلق حرصي على انسان مسلم قبل كل شيء، ثم مصري، ثم محامي، ثم ان انا بطالب بحقوق الانسان ان يتم تطبيق حقوق الانسان على هؤلاء. اما الظلم فهو غير مقبول، سواء كمسلمين غير مقبول، كمصريين غير مقبول، كمحامي دافع حقوق الانسان غير مقبول مطلقا ان يتم الظلم بهذه الصوره الصارخه. يعني في حاله خروج دفعه دون الاخر، يعني في حاله خروج 23 دون 18، ماذا سيحدث؟ اعتقد انه لو لم يتم اصدار قرار سريع بالافراج عن ال 18، فانا اعتقد المساله انا شخصيا افعلها على كل المستويات الاعلاميه والمستويات القانونية. يعني هل في موعد حضرتك مقابلة مع وزير الداخلية قريبا؟ أنا هسعى لمقابلته، وهسعى لمقابلة إخوان أهالي الإخوة في ميدان التحرير، وهسعى لزيارة الإخوة في السجن. يعني أنا هسعى أروح أزورهم في خلال من دول، أشوف إيه اللي بيتم في التطبيق العملي في هذه المسألة والمظلومية الصارخة. يعني زوجة المسجون محمد علي ثابت بالامس قالت لي اللي هو كان مجهز حاجات او بعت متعلقاته الشخصيه منذ ان قامت الثوره ونجحت، وهو من الان من منذ ان نجحت الثوره وينتظر الافراج عنه، وخاصه بدخول شهر رمضان القادم. فهل يامن او يامن ال 18 اللي هم او ال 42 كلهم ان يفطروا في رمضان مع اهلهم؟ والله انا عندي امل في ذلك، وانا قلت لوزير الداخليه الكلام ده، وقلت لمدير الامن الوطني قلت له الكلام ده، وقلت لكل اللي قبلين قلت لهم الكلام ده، قلت لهم يعني لا تفسدوا فرحتهم وفرحه اهاليهم في شهر رمضان. وانا حسيت بشده وضغطت بشده على ان يتم الافراج مع شهر رمضان مش مع العيد. قلت لهم مع شهر رمضان، لان دي مساله كشعور عام عندنا احنا كمسلمين، وطبع المسلمين المصريين عندنا هنا في مصر ان شهر رمضان ده يعني بنسميه موسم، ولو فرحه عندنا شديده جدا. فيعني اذا ما غطت الكآبة والحزن بيوت الناس فدي مساله مش مقبوله ولن تقبل باي صرف من الظروف. يعني فانا اتمنى ان شاء الله تبارك وتعالى ان يتم القرار قبل رمضان باذن الله. قرار العفو من المجلس الاعلى للقوات المسلحه ام من وزاره الداخليه؟ سؤال مهم جدا، وعشان الناس تفهم ازاي القرار بيصدر، وزاره الداخليه بتعد القرار، انما الاليه دلوقتي مش وزاره الداخليه اللي بتفرج. وزاره الداخليه تعد القرار والسلطه بايد المجلس الاعلى. والمشكله في المجلس الاعلى، المجلس الاعلى بياخد القرار بيراجعه كمان، فبيعطل الدنيا شويه. يعني السلطه الاخيره هي في المجلس الاعلى، مش في وزاره الداخليه بتعد بس تقرير عباره عن موصل لقرارات الافراج. ولكن هو دورها اساسي في ترشيح الاسماء. طبعا ما هي المعنيه اصلا. طب سؤال معلش ممكن يبقى محرج شويه، هل ما زال او ما زال الامن الوطني يعمل كما كان يعمل بالاسم المسمى الماضي امن الدوله؟ هو مش معرض على حاجه، لا هو اقول لك على حاجه، يعني بلا شك في الزياره ديت يعني الامن الوطني غير امن الدوله خالص. يعني الكلام اللي بيقولوه، خلينا نتكلم بواقعيه يعني وبحياديه، الكلام اللي بيقولوه والواقع غير تماما امن الدوله. اولا انت تستطيع تدخل الامن الوطني بس بعربيتك جوه، مفيش حاجه اسمها غمايه، كل الضباط قدامك، مفيش حد بيستخبى، واخد بالك، بتتكلم اللي انت عايز تقوله، وهم بيعرضوا اللي هم عايزين يقولوه، واخد بالك. الجو الشكل العام متغير، لكن التطبيق، المشكله في التطبيق، خلينا نقول ايه الشكل العام، والكلام جيد جدا وكلام ممتاز، لكن على ارض الواقع السياسيين لم يروا اي تغير من الناحيه السياسيه فعلا، وهذا مثال صارخ على عدم الافراج عن 18 دون الاخرين. احنا نقول ايه على ارض الواقع؟ ايه حطيناه قدام محك؟ الكلام اللي قلته ده انا قلته بالنص كده، قلته بالنص. لما بيتكلموا على التغيير
التام في جهاز الأمن الوطني القطاع الأمن الوطني، قلت لهم أنا أعتقد أن الإحساس بالتغيير ده هيرسخ القاعدة بتاعته من الإفراج عن ال 18 دول، وسوف يتسبب في انقلاب حاد إذا لم يفرج عنهم. فقلت لهم أنا مقتنع، أنا مقتنع بها، أو مش مقتنع، مقتنع بهذا الرأي. أولا مقتنع أن التغيير هيتم من التطبيق العملي، وبقول أن الكلام جيد، لكن التطبيق من الإفراج عن ال 18 والحقهم بال 24 هو اللي يرسخ، مش عندي أنا، عند كل الناس، أن في تغيير حاصل عند جهاز أمن الوطني وأن هو غير أمن الدولة السابقة. شكرا أستاذ ممدوح. شكرا.